السلام عليكم، يصلح دمان اخوتي. نوريكم واحد الطريق كامل كيف تزين، كيف تقبص، ونوريكم بعد الصباغه كيف تطلع، كيف الاضاءه ديالو كيف خرجت. تبعوا معنا الفيديو كامل، فيه شي حاجه زوينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنبداو عندنا هذا كويس، اللوان ديالو كوزين، فيها جوج ديال الوانس، هانتوما كتشوفو هاد الديكور. غنوريكم الديكور كيفاش كيكون دابا بالنهار، غادي نوريكم كل ديكور، غنوريكم الليل ديالو كيفاش عامل. المهم هادي بالنهار، شوفوا كيفاش كيكون الديكور بالنهار، اشكال ديال الزليج او ما السيراميك، اشكال ديال الجرس. هادي كوزينه، كوزينه فيها قوس، فيها قوس معنا هنا كيجيو فيه الاضاءه. شوفوا معنا الخوص الديكور الليلي كيفاش عيبان، كتشوفوا هذا هو الليد، هذا الكوزينه. دابا غادي نشعلو الليد، هذا كاين جوج انواع ديال الليد، سبورتاس والليد، هذا سبورتاس، هذا الليد. دابا شعلينا سبورتاس كما كتلاحظوا كيفاش كيبان الديكور. دابا نشعلوهم جوج، يعني منظر بانورامي شي حاجة واعرة. لاحظو هنا بلاصة ديال الجلوس، عاو كيش نوريكم كيش عتكون بالنهار. شوفوا الصباغة ديالها، هذا الاتجاه ديال الجلد ديالها، هادي هيا شفتوها كيش عاملة بالنهار. غادي نوريكم النهار والديكور ديالو. دابا كنوريكم الخوص منظر ليلي كيفاش كيكون بعد ما شعلنا الليد وشعلنا سبورتاس. هذا هو منظر ليلي كما سبق وشفتو النهار كيفاش الديكور بالنهار. واللي بغا يشوف هاد المنزل كامل كيفاش كان مخدوم قبل الصباغة وقبل الضوء، الفيديو غتجبروه في صندوق الوصف، يعني كان مازال غير الجبس بلا إضاءة بلا. هنايا الدخلة ديال الباب، هذا هو المدخل، الصباغ بهذا الشكل هذا، وهون هذا الديكور ديال هنا كيجي كوزينة. هنايا الباسيه، الباسيه هكذا كيجي الديكور ديالو. هذا المدخل عاوتاه الإضاءة ديالو كيفاش طلع، ثم كتشوف الديكور ديالو سبورتاس. عاود نجربو له نطفي واحد الإضاءة، حنا طفينا الليد، هاهي طفينا كلشي، ها الليد بوحدو شاعل، شحال ديك قوية صاحبي. حنا نشعلوهم جوج، شي كتغير النظرة. هذا هو المدخل ديال المنزل، هذا القوس عاود كيفاش كيكون شاعل الليل. يعني حنا غنوريكم الديكور بالليل والنهار القوس كيفاش كيكون عامل. هنا عاود تشوفوا خشب ديال الليزر سي ان سي، تشوفوا القوس عاود تشوفوه بالنهار كيفاش عامل. هذا بالنهار الكولور ديالو كيفاش كيكون بالنهار، ها هو هذا ركبتو، هتشوفو الديكور بالنهار كيفاش عامل. هذا الديكور بالنهار، شوفو الروزة كيفاش تركبت، ها
تمشي على الحاس كيش عاملة. شحال الخشب ديال الليزر، شحال الضوء ديالو؟ تفيد تذك الدورة ديال الوسط، سبورتاس الوسط. شحال بدات تشعل كل شيء دابا؟ عندنا القوس هذا كذلك الباسيو هذا الصباغة ديالو كتشوفوها قدام هاد القوس هذا كاين هاد الغرفة هادي هاد الغرفة انتما كتشوف الشكل ديالها سبورطا ديالها هذا الشكل بالليل بالنهار عفوا هذا الشكل بالنهار انتما تشوفوا الشكل عاود بالليل المهم في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش بالليل وبالنهار كيفاش كيكون الديكور كيفاش كيكون دابا هذا ماشي عليه لا ليد لا سبورتاس انتما تشوفوا ملي عاد تشعل سبورتاس كيفاش غيكون هذا الديكور هذا هو المدخل باسيو هذه غرفة النوم عاوز كيف يجي السبورطاس ديالها فيها الليد الليد بوحدو شاعل السبورطاس بوحدو مشاعلين خلاص هما كاملين شاعلين دقة وعندنا الغرفة هادي عاوز النوم هاهي الألوان فيها بردة دي فيها الجوانكرو كذلك سبورتاس شوف سبورتاس وهاد اللون هذا فيها كري و بيض الألوان وهاد الحيطة هادا عاوز النوع ديال الجليج بحال السيراميك بحال الحجار ديال الجليج بحال الأنواع ديال الحيطة هما الغرفة خص كما كتشوفوا هادي كيفاش عاملة بالنهار ها هي غرفة بالنهار كيفاش عاملة دابا ان شاء الله يا ربي عاوز غتشوفوها بالليل كيفاش عاملة ها هي الصباغة ديال الحيوط تشوفوا الطلاء ديال الحيوط وكل شيء هادي عاوز هادي بيت النعاس نعاس لوحدو هادي سبورطة شاعلين شعل ليد عاوز هذا الوسط شعل ليد ها الليد ساهو شعل طفي سبورتاس ها هو بقى الليد شاعل طفي البومبية ديال الوسط ها هي طفية شعل كلشي كما شفتو الخاص كيفاش كتبدل النظرة هذا البيس وكتشوفو الديكور اللي كاينه في السقف مطفينا الضوء خلينا الخشب ديال الليزر ترسم في الارض هو الجليد صافي كيواجه هاد الزواقه في الارض